السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نكملو على الفيديو اللي درنا على كيفاش غادي يوصلوني الفلوس من عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع المهيكل والغير المهيكل، يعني القطاع المهيكل سينيسيس والغير المهيكل اللي عندهم رميد. وكاين الحالة الثالثة هو القطاع الغير مهيكل ولكن ما عندوش رميد، باقي ما علنو على الطريقة كيفاش غادي يستافدو. تنتمنى الناس اللي يتفرجوا في هذا الفيديو يديروا ابوني للقناة ويديروا بارتاج ولايك وكومونتير الا بغيتوا. الان غادي نشوفوا الطريقة كيفاش ان القطاع الغير مهيكل اللي عنده راميد اللي صيفطوا الناس اللي صيفطوا يعني الرقم ديال البطاقات راميد الى الرقم 12 وجابوهم بجوج ديال الرسائل اكدوا لهم بان الطلب ديالهم انه تقبل، يعني نهار ابتداء من نهار 6 غادي يتم عملية السحب ديال الدعم المؤقت. الطريقة كيفاش هي كما جا في البلاغ، صار السحب تتجلى في عدة نقاط، إذ يتلقى المستفيد رسالة قصيرة تتوفر له على رقم مرجعي واحد الرقم، يعني غادي يصيفطوا لكم واحد الرقم في ميساج ومكان زائد المكان ديال السحب، رقم مرجعي وكذلك مكان السحب. وبالنسبة إلى الشخص الذي سيتقدم إلى مكان سحب آخر ليس منصوص عليه في الرسالة فإنه لن يتمكن من حصول المساعدة، يعني أنه غادي يصيفط لكم ميساج فيه رقم أرقام، يعني واحد الرقم فيه مجموعة الأرقام ربما ستة الأرقام كما نلاحظوا هنا في التتمة، زائد المكان ديال السحب، يا إما وكالة بنكية كما وكالة الأداء، يعني كما تلاحظوا في الصورة وكالة الأداء يعني البلاصة الوكالة اللي تتسحبوا منها الفلوس، يعني انتم تصيفطوا منها الفلوس لشخص آخر أو تستقبلوا فلوس من شخص آخر، هذو هما الوكالات ديال الأداء، ولا عن طريق الجيشي اوتوماتيك ديال شي بنكة. يعني هادي صيفطوا لكم السميات ديال البنكة وفين كاينه هاد البنكة، هنا بلاصة يعني باش تمشيو، زائد الساعة، يعني الساعة فين غادي تمشيو باش تسحبو سميتو. يعني إلا هما عطاوك وكالة الأداء وانت مشيتي كيشي اوتوماتيك ديال شي بنكة، يعني ما هاش تلقى الفلوس، ما غاديش يخرجوا لي. او عطوك مثلا شي سميه ديال شي بنكة ومشيتي انت شي بنكة اخرى من غير هذيك السميه اللي عطاوك، يعني ما غاديش تلقى الفلوس ديالك. يعني سير لداكشي اللي عطاوك في الميساج، عطاوك غادي يعطوك واحد الرقم مكون من عدة أرقام زائد اش البلاصة فين غادي تسحب، إما وكالة الأداء أو جيشي أوتوماتيك ديال شي بنك. فهمنا؟ في الحالة إلى عطاوك وكالة الأداء، يعني الوكالة اللي تتسحب منها تتمشي انت تعطي لهم الفلوس باش يصيفطوا لك الفلوس او ان شي حد صيفط لك الفلوس تمشي تشدهم، هادو هما الوكالات الاداء. هتدي معاك اش؟ هتدي معاك بطاقه تعريف الوطنيه، هتدي معاك بطاقه تعريف الوطنيه زائد داك الميساج اللي صيفطوا لك، زائد الميساج تدي معاك التليفون اللي فيه الميساج ديالك اللي صيفطوا لك، ودي معاك ستيلو باش الا دخلتي الوكاله توري لهم الرقم اللي صيفطوا لك زائد لاكارت ناسيونال والستيلو، لاش باش تحمي راسك، باش الا غادي يعطيوك باش تسني على الورقه بانك تسلمتي هذا المبلغ، يعني سني بالستيلو ديالك وردو لجيبك، تا واحد ما يقيسو لك، تفهمنا؟ باش تحمي راسك. زائد تدي معاك شي معقم باش تمسح يديك، ولا ما عندكش ديك الساعه توصل للدار وغسل يديك بالصابون، تفهمنا؟ هادو بالنسبه للناس اللي صيفطوا لهم ميساج وقال لهم سير وكاله الاداء. الا كان شباك اوتوماتيكي تابع لي وكاله بنكيه اشنا هي الطريقه؟ قال لك بان من على المستفيد ادخال الرقم المتوصل به عن طريق الرساله القصيره ثم ادخال الارقام الاربعه الاخيره لبطاقة التعريف الوطنية. يعني نعطيكم مثال، مثلا صفتو رقم، هذا هو الرقم اللي صفتو لكم في الميساج،
زائد اكتبوا لكم مثلا سميت ديال شي بنك، هذا الرقم هذا يعني انت هذا هو الرسالة اللي وصلتك هي هذه، تفهمنا؟ هي هذه هتمشي، عفوا هتمشي لاش للشباك، هتمشي للشباك الاوتوماتيكي، تمشي للشباك الاوتوماتيكي يعني سميت البنكة اللي صيفطوا لك فيها الرسالة، تمشي ليها وتمشي للشباك الاوتوماتيكي. واش هدير؟ هادي تدخل اش، وعندك الرقم البطاقة الوطنية، نعطيو المثال ديال الرقم البطاقة الوطنية ديالك مثلا، هادي عفوا نكتبو بالفرنسي، عندك هادي مثلا، وعندك نخلفوها هكا باش يبانو أربعة مثلا، فيها خمسة الأرقام. أش هادي دير نتايا؟ هتشد هادو هاد الأرقام تكتبهم انت في واحد الورقة، هادو هما الأرقام اللي صيفطو ليك، وتشد ربعات الأرقام الآخرين من هنا، هتحسب من هنا، من هادي، ها واحد، ها جوج، ها تلاتة، ها أربعة، هاد الربعة الآخرين يعني تبدأ عندك تمنية، هتزيد هنا تمنية، ياك، تسعود، صفر، تسعود. دابا هذا هو الرقم الاخراني، وهذا اللي غادي دير في الكيشي اوتوماتيك. الا مشيتي للكيشي تسول هذاك اللي تيكون داك الحارس اللي تيكون عندهم تماك خدام، تقول لي عافاك اش مبوطون خصني نوريك باش يخرج ليا باش نكسب انا هاد الارقام، ديك الساعه غادي يوريك البوطون اللي تكليكي عليه باش يعطيك فين تدخل هاد الكود هذا. يعني اش ملي تمشي نتا للبنكة تقول لي وريك لي هاد البوطون، وريك لي ديك الساعة يدخل نتا، واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة، تكليكي عليهم، ستة تمنية تسعود صفر تسعود، ديك الساعة غادي يخرج لك الفلوس اوتوماتيكمون، غادي تخرج لك على حساب كل شخص، واش 800 درهم ولا 1000 درهم ولا 1200 درهم. هاديك الساعة راه ديك الساعة صيفطت لهم ديك الساعة المعلومات في الأول، يعني تحدد ليك المبلغ ديالك. ولكن ما نساش واحد الحاجة، هو ضروري من الاحتياط، يعني ندي معايا كلينكس والمعقم ديالي، إلا ما عنديش المعقم ضروري خصني ندي الكلينكس ديالي، باش دوك البوطونات، داك البوطونات اللي بين طبيهم ديال الأرقام نمسحهم بكلينكس، وداك الكلينيكس نرميه في هذيك، راه تحطوا لكم واحد البلاصه فين ترميوا هذاك الزبل وترميه فيه. ديك الساعه عاد ما كليكي على البوطونات، ولا حاول تلف الاصبع ديالك بكلينيكس، تلفو بكلينيكس حتى تكليكي على الارقام، وديك الساعه رمي كلينيكس في سميتو، ودي معاك واحد الوريقه باش ان دوك الفلوس اللي سحبتيهم تديرهم فيها وتخشيهم ديك الساعه في الجيب ديالك. اتفقنا؟ ندوزو المثال الاخر، المثال الاخر عفوا مسحنا هذا، المثال الاخر اذا كانت البطاقه ديالي تتكون هي من 4 ارقام، هذه سهله ياك، غادي نكتب ديك الساعه، غادي نشد انا هذا الكود هذا، غادي نكتبو واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة، ونزيد لي هاد الأرقام هادي ديال البطاقة الوطنية، 7 8 9 0. اتفقنا؟ دي ساعة غادي نكتب اش، غادي نطبي، غادي نكليكي على دوك الأرقام اللي كاينين في الكيشي، يعني واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة 7 8 9 0، ديك الساعة غادي يخرج لي الفلوس، إما 800 درهم، 1000 درهم، 1200 درهم. الاحتمال الاخر اللي عندي انا البطاقة الوطنية ديالي ما فيهاش 4 ولا 6 ولا 5، يعني فيها 3 ديال، عفوا عندي مثلا الرقم البطاقة الوطنية ديالي فيها 3 الارقام، اش خصني ندير؟ غادي نشد الكود ديال اللي صيفطوا ليا، هو هذا ياك، هذا هو الكود اللي صيفطوا ليا، غادي نكتبو، اشنو هو الكود؟ 1 2 3 4 5 6، نكتبو في واحد الورقة. لك اش غادي نزيد ليه رقم البطاقة الوطنية ديالي؟ هي هادي، غنشد هاد 3 الارقام،
هما ثلاثة، هما قالوا لي أربعة، خص يكون أربعة الأرقام. يعني أش خصني ندير؟ ندير سبعة ثمانية تسعود ونزيد صفر باش يوليو أربعة الأرقام. ديك الساعة غادي نطبي، غادي نكليك، عفوا غادي نورك على البوطونات اللي هما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود صفر. اتفقنا؟ دابا إلا عندي أنا رقم البطاقة الوطنية فيها جوج أرقام، أش خصني ندير؟ غادي نكتب يعني الكود اللي صيفطوا ليا في ميساج، هنكتبه اللي هو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. غادي نزيد جوج أرقام اللي عندي في الرقم البطاقة الوطني اللي هو سبعة ثمانية، باش غادي نتبع ليه جوج أصفار باش نكمل ربعة باش نكمل ربعة الأرقام من الأرقام ديال البطاقة الوطنية. غادي نزيد ليها الصفر الأول والصفر الثاني. ديك الساعة اش خاصني ندير من نمشي للأوتوماتيكي؟ غادي نكتب اش واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية صفر صفر. تفهمنا؟ ديك الساعة تيخرج لي الفلوس. تفهمنا؟ هادي من جهة. كاين عاوتاني الاحتمال الآخر، هو أنه إلى جا وكتب ليك اسم الوكالة البنكية، أعطاك الأرقام وكتب ليك اسم الوكالة البنكية القرض الفلاحي. اتفقنا؟ هادي كتب ليك هاد الأرقام وكتب ليك اسم القرض الفلاحي، اسم الوكالة البنكية هي القرض الفلاحي. اش خصك دير؟ ها ماشي تزيد من بعد، ماشي تزيد والو. إلا عطاوك قريتي القرض الفلاحي، قريتي القرض الفلاحي، ما تزيد تا أرقام. تشد هذا الرقم اللي عطاوك اللي هو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هتشدو. اتفقنا؟ دابا إلا عطاوك هادي، نحاول نكتبوها هنايا باش يبان لينا. دابا إلا عطاوك اسم الوكالة البنكية اللي هي القرض الفلاحي، هتمشي للشباك الأوتوماتيكي. هنا ما محتاج الأرقام ديال البطاقة الوطنية ديك، ما محتاجهم. هتمشي ديريكت للشباك الأوتوماتيكي، هتقول السيد تماك يكليك لك على البوطون باش تدخل الأرقام. ديك الساعة تدخل انت الأرقام ديوك اللي هما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة فقط. ديك الساعة يخرج الفلوس، ما عادش تزيد حتى رقم آخر من البطاقة الوطنية. تفهمنا؟ هادو بالنسبة اللي عندهم راميد. أما بالنسبة للناس اللي عندهم لاسينيسيس، راه حتى هما ابتداء من السادس أبريل، ابتداء من السادس أبريل غادي يتم السحب ديال الدعم او التعويض الجزافي ابتداء من 6 ابريل. وغادي يكون ديك الساعه المشغل ديالهم انهم دخلهم في السيت ديال covid19.cnss.ma. اذا قال لك في بلاغ عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه سيتم إخبار المستفيدين بأداء التعويض عبر رسالة نصية، يعني أنهم أديهم واحد الرسالة النصية بالنسبة للأجراء الذين يتوفرون على صندوق الضمان الاجتماعي على أرقام هواتفهم. يعني الصندوق إلى عند هاد الناس هادو اللي لأنهم صافي تسجلوا أنهم هما اللي غادي يستافدوا من هاد التعويض هذا، وهاد الناس هادو هاد الأجراء عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندهم الارقام ديالهم، الارقام ديال الهواتف ديالهم، هذه يصيفطوا لهم واحد الرساله نصيه. وان هذا الاداء سيتم عبر تحويل بنكي لفائده الاجراء الذين يتوفرون على حسابات بنكيه. يعني ان هذوك الاجراء الذين توفروا على حسابات بنكيه راه غادي يوصلهم واحد تعويض فاش في الحساب ديالهم، بيقول لهم انهم راه رسلوا ليهم في الحساب ديالكم المبلغ ديال 1000 درهم بالنسبة للنص ديال شهر مارس. تفهمنا؟ وفي شهر 4 ديك الساعة ملي يكمل شهر 4 غادي يصيفطوا ليهم
2000 درهم. أما بالنسبة أما للذين يتوفرون على الصندوق، لا يتوفر الصندوق على حساباتهم البنكية، سيتم صرف التعويض عبر وكالات وفكاش بعد توصلهم برسالة نصية. يعني بالنسبة للناس اللي ما عندهم حسابات بنكية، ما عندهم شريب، ما عندهم حسابات بنكية، هذه يوصلهم واحد الرسالة نصية، هذه يكون فيها الطريقة الفين عبر هادي يوصلهم الفلوس عبر وكالات وفكاش. ديك الساعة يديو اش الهاتف ديالهم، وما تنساوش ديو الستيلو ديالكم خاص بكم، وديو الهاتف ديالهم ديك الرسالة اللي غادي توصلكم، غادي توريوها ديك الساعة للسيد اللي كاين في السيد اللي كاين في الوكالة وفكاش، وغادي يعطيكم المبلغ ديالكم ديال 1000 درهم بالنسبة لنص شهر مارس، و2000 درهم من بعد ديال شهر 4. قال لك هنا عاود تاني بالنسبة، أما بخصوص الأجراء الذين لا يتوفر الصندوق على رقم هاتفهم. دابا حنا دزنا الناس اللي عندهم الرقم الهاتف ديالهم، الوكال، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندهم الهاتف ديالهم، راه غادي يصيفطوا لهم ميساج تيقولهم بأنهم راه التعويض ديالكم راه وصل. فين غادي يوصل؟ غادي يوصل للحساب ديالهم. ديك الساعة هو السيد غادي يمشي للوكالة اللي فتح فيها هو الحساب، يعني المهم الوكالة اللي تابعة ليه، اللي تابعة للحساب ديالو، غادي يمشي لأي جيشي ديال البنكة ديالو، وغادي يدخل ديك الساعة لاكارت ديالو، وغادي يسحب الفلوس ديالو من الكونت ديالو، وما ينساش يدي معاه كلينكس والمعقم باش يحكم يديه، ويمسح داك الكلافي ديالو اللي فيهم الارقام، يمسحهم عاد ما يكليكي. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش حساب، راه غادي يمشيو للوفاكاش، يعني غادي يصيفطوا لهم واحد الرساله نصيه، ديك الساعه يمشيو للوفاكاش. بالنسبه للاجراء اللي الصندوق ما عندهمش الهواتف ديالهم، سيتم إخباره عبر رسالة بريدية مضمونة لعنوان مقر سكنه المسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يعني سيتم إخبارهم بواحد الرسالة، يعني هما غادي يصيفطوا لهم واحد الرسالة بريدية، يعني جوا غادي يوصلهم طال الدار ديالهم، يعني ديك الرسالة يعني جوا غادي يوصلهم طال الدار ديالهم، وهادي ديك الرسالة غادي يكون فيها ربما الكود باش يمشيو ديك الساعة. علاش غادي يمشيو حتى هما لوكالة وفاكاش؟ لان حتى هادو ما عندهمش حساب بنكي، حتى هما ما عندهمش حساب بنكي، اذا غادي يوصلهم اش غادي يمشيو اما لوكالة الوفاكاش باش يتسلموا سميتو، ولا عندهم الريب ديالهم، يعني حساب بنكي وما عندهمش التليفون، الصندوق ما عندوش التليفون ديالهم. ديك الساعة دي وصلهم رسالة بأنه راه صافي الفلوس راه دازت لكم، باش يمشيو ولا سميتو الجيشي ديالهم يسحبوا الفلوس. اتفقنا؟ كما أن هذا البلاغ هذا اش قال هنا، ويمكن للمعني بالأمر الحصول على رمز الأداء على بوابة المؤمن، يعني أنه إلا كان عنده واحد الحساب، إلا كان عنده هاد الأجير عنده حساب في هاد الكونت ديال سينيسيس، يقدر يدخل ليه ويقدر يلقى فيه الرمز الأداء ديالو، بأنه كيفاش هادي يشد المبلغ ديالو. اتفقنا؟ شكرا على التتبع ديالكم، نتمنى هاد المعلومات تبارطاجوها مع الناس باش يستافدوا اكثر، خصوصا الناس اللي عندهم راميد.